شفت الصور على الفيسبوك وبسطت قوي ان انا عرفت ان محطة الاوبرا حصل فيها الحاجات دي، وكنت مبسوط فعلا لما نزلت، ونفسي فعلا الحاجة دي تبدأ تلف مصر كلها مش محطات المترو بس. ما كنتش متوقع ان ممكن في حد يقوم بالجرافيتي ده كله ويظبط المحطة كده، وفعلا يعني هي حاجة بتعمل بهجة للناس، لان فعلا مفيش الوان اصلا في الشوارع، مفيش اي حد بيهتم بالرسم، مفيش اي حد بيهتم بالجرافيتي في مصر اصلا. الاول كنت مش متوقع ان يبدأوا يعملوا حاجات زي دي هنا، يعني الحاجات دي بنشوفها بره وكده، فكنت متفاجئ بجد ان انا اشوفها هنا. بجد كانت حاجه مبهجه قوي ان انا انزل اشوف الاشكال دي على الحيطان والناس كلها مبسوطه. حتى ما كنتش جايه محطه الاوبرا دي، بس جيتها علشان اتفرج على الرسم والحاجات الحلوه دي واتصور يعني. بس هو فكره حلوه، يا رب يعملوها في كل المحطات يعني. علامة كويسة ممكن تخلينا ان احنا نستمر مثلا في محطات اكتر من كده، ممكن نوسع النشاط ده بدل ما يكون في المترو بس، ممكن يكون بره المترو كمان، ممكن الحكومة كمان تساعد في حاجة زي كده كتير جدا، على الأسوار، على الجناين، على الأماكن العامة، حاجة تنشر إيجابية بين الناس. هم جم عرضوا الفكرة، واحنا بعد ما عرضوا الفكرة يا باشا عرضناها على المهندس سامي وجاب الموافقة من الإدارة، وجم رسموا إدارة المترو كلها بالكامل كانت شغالة تبعهم، ووفرنا لهم كل حاجة، زيوت والحاجات اللي بيرسموا بيها وكل حاجة توفرت.